يبقى الاستايبوبوديوم زونيل اللي هو نوع من انواع البراون الجي بيصنع ماده اسمها استايبول دايون. دي عباره عن داي تيربينويدال كومباوند، من الكاركترز بتاعتها انها بتقفل الصوديوم تشانلز زي ما احنا شفنا قبل كده في التوترودو توكسن. صوديوم تشانل بلوكر يبقى مؤكد في الحاله ديت انها في الاخر خالص بتؤدي للريسبيراتوري كولابس وديث. ده بالنسبه للسنيلز، عشان كده لا يجرؤوا ان هم يقربوا من الاستايبوبوديوم زونيل. احنا خدنا قبل كده طبعا في التوترودو توكسن ان الصوديوم تشانل بلوكرز بصفه عامه ممكن يستخدموا كلوكال انستيتيك، ممكن يستخدموا كمان كبين كيلر طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده يا جماعه. ده ممكن كمان عشان نكون عارفين انها ممكن تستخدم كانتي كونفالسن. بنيجي لتوبيك تاني، طبعا من المشاكل الكبيره جدا يا جماعه اللي بتقابلنا في المارين ناتشورال برودكتس ان مفيش سفيشنت سورس عشان يمدني بالماده اللي انا محتاجها ان انا اصنع منها دواء. يعني على سبيل المثال الابليدين استخلصناه مثلا من التونيكت اسمها ابليديوم. طب ده ليه انتي كانسر اكتيفيتي كويسه قوي؟ طب هل انا ممكن بقى ابدا انتج الماده اللي موجوده عندي ديت؟ لا مش هقدر، لان الماتيريال اللي موجوده عندي او الرو ماتيريال مش كافيه ان انا انتج فايلز تكفي العالم كله. طيب يبقى معنى كده هنا الشورتج بتاع الخاص بالسبلاي او السبلاينج سورس اللي موجود عندنا. انا ممكن اتخلص من الموضوع ده ازاي؟ اتخلص من الموضوع ده ازاي؟ باني ممكن اعمل حاجه اسمها اكوا كالشرنج او اكوا كالشر، وده طبعا شفناه قبل كده يا جماعه في الاكتينيسيديا توربيناتا لما كان موجود فيها طبعا الاكتينيسيدين او اللي هم سموه بعد كده ترابكتيدين. جم طبعا عشان يصنعوا الترابكتيدين كفايلز طبعا ما قدروش. طب هيعملوا ايه؟ بدأوا يعملوا اكوا كالشرنج. الاكوا كالشر ما كانتش كافيه انها تنتج دواء يكفي العالم، هي ما كفتش الا عمليه اجراء الكلينيكال ترايلز بس، عن طريق شركه فارما مار طبعا اللي هي شغاله تحت شركه جونسون اند جونسون الامريكيه. ما قدروش يكملوا بالاكوا كالشرنج، فاتجهوا لطريق تاني اللي هو السيمي سينسز الخاص بالترابكتيدين، واتكلمنا عليه قبل كده يا جماعه ان الترابكتيدين في نوع من انواع الفانجاي بيطلع ماده اسمها سفراسين بي. ديت تقريبا حوالي تلتين الكومباوند اللي موجود عندنا اللي هو الترابكتيدين. فبداوا خدوا الماده اللي هي الفارماكوفور ديت وبداوا يكملوا عليها وصنعوا منها بعد كده الترابكتيدين. الترابكتيدين النهارده يعتبر من الحاجات اللي هي السيمي سينسز طبعا. يعني اهو احنا قلنا من مده شويه ان في الاكوا كالشرنج احنا خدنا اكزامبل الاكتينيسيديا تربوناتا، كانوا بداوا يعملوا طبعا اكوا كالشرنج، عملوا اكوا كالشرنج بس الموضوع ده ما كفاش الا في الكلينيكال ترايلز. بعد كده بداوا يفصلوا كومباوند سموه اصلا السفراسين بي وكملوا عليه وبداوا يصنعوا الترابكتيدين طبعا زي ما قلنا، وفاكرين الكلام ده طبعا يا جماعه. يبقى معنى كده ان الاكوا كالشر لو ما كفتش ممكن ان انا اعمل اصلا سيمي سينسز وقلناها زي ما شفنا اهوت، ادي الترابكتيدين اهو زي ما احنا شايفين كده. المفروض ان انا ممكن بعمل له سيمي سينسز اهو. دي موجوده عندنا طبعا يا جماعه الاكتينيسيديا توربيناتا، دي خدوها وعملوا لها اكوا كالشرنج بس ما كفتش طبعا، او بيطلع طبعا الترابكتيدين اللي موجود عندنا وكانوا سموه زمان اكتينيسيدين. ايوه هو ده سيمي سينسز. يبقى معنى كده ده انا عارف طبعا يا جماعه ان هو بيعتبر الكايليتنج ايجنت، وشرحنا الكلام ده في المحاضرات قبل كده لو احنا فاكرين. الكايليتنج ايجنت يبقى معنى كده بيأثر على النيوكليوسايدز اللي موجوده في الدي ان ايه. طبعا بعد كده هيجي الدي ان ايه بوليمريز يشتغل، مش هيقدر يشتغل، فمش هيحصل طبعا اي مالتيبليكيشن للدي ان ايه، وبالتالي هيحصل طبعا سيل ديث في الاخر خالص طبعا. اهو هيبقى موجود عندنا هنا البوليمريز جه هيجي يشتغل، مش هيقدر لان هنا زي ما احنا شايفين في يونت بتعمل له بلوكينج، وبالتالي طبعا الدي ان ايه بوليمريز مش هيقدر يشتغل، وبالتالي مش هيحصل سيل جروس، هيحصل طبعا ابوبتوزس او هيحصل سيل ديث طبعا. هنا هو بيوريني الميكانيزم طبعا زي ما احنا شايفين، هو دخل جوه النيوكليوس والكروموزومز هيبدا الدي ان ايه. الدي ان ايه لو انا موجود عندنا طبعا زي ما احنا فاكرين يا جماعه الهيليكيز والدي ان ايه بوليمريز شغال هنا دلوقتي. يبقى معنى كده ان ممكن يتكون لي دي ان ايه جديد وكروموزومز جديد. طب لو انا اديته الدواء بقى اللي موجود عندنا اللي هو الترابكتيدين،
اللي هو شكله بالطريقه الترابكتين، هيدخل يعمل الكايليشن للدي ان ايه، وبالتالي طبعا هيمنع الدي ان ايه بوليمريز من انه يشتغل. طبعا منع اهو زي ما احنا شايفين كده، الجزء اللي موجود عندنا مش هيقدر يكمل طبعا، وبالتالي مش هيقدر يحصل زي ما احنا عارفين يا جماعه يعني مالتيبليكيشن او دي ان ايه بوليمريشن او بوليمرايزيشن بوليمريشن. لو جينا بعد كده بالنسبه لحاجه تانية موجوده عندنا، في حاجه اسمها توتال سنسز. لو انا كنت ما قدرتش طبعا الاكوا كلشر ما قدرتش، ممكن انا اعمل توتال سنسز. توتال سنسز طبعا زي ما احنا عارفين ان ممكن الكومباوند اللي موجود عندنا الى حد ما يا اما يبقى سيمبل وممكن اعمل له توتال سنسز، يا اما الحاجه التانية انا مضطر ان انا اعمل توتال سنسز. يعني على سبيل المثال لو انا جينا بصينا بالنسبه للهاليكوندرين، هاليكوندرين ده اتفصل من الهاليكوندريا نوع من انواع الاسبونج. طبعا انا شايف الاستراكشر بتاعه الى حد ما كومبلكس عشان نبقى عارفين يا جماعه، بس هم جم الحاجه الاولانيه جم يفصلوا الجين كلاستر اللي موجود اللي بيصنع الهاليكوندرين من الهاليكوندريا ما عرفوش، ما لقوش. يبقى مؤكد ان في الحاله دي ان الهاليكوندريا مش هي اللي بتصنع الهاليكوندرين، ده لقوا فيه مايكرو اورجانيزمز جم يفصلوها طبعا عشان يفصلوا الجين كلاسترز يعملوا لها كالشرنج، ما عرفوش برضو يفصلوا الجين كلاسترز، لقوا ان انا موجود عندنا ديفرنت تايبس من مايكرو اورجانيزمز بتساعد او بالعربي كده بتجمع بعضها مع بعض وتصنع لي الهاليكوندري. يعني كل مايكرو اورجانيزم بيصنع لي جزء من المولوكيول اللي موجود عندنا دوت، فما قدروش طبعا يفصلوا الجين كلاستر المسؤول عن الهاليكوندرين. طب هيعملوا ايه؟ خلاص لا عارفين ينتجوه بالبايوتكنولوجي ولا في نفس الوقت عارفين يفصلوا كميه سفشن، هيبداوا يعملوا سنسز. وفعلا بداوا يعملوا سنسز في الاخر خالص، توصلوا ان انا في جزء من الهاليكوندرين بي يعتبر هو ده الفارماكوفور او الليد دراج، جزء تاني موجود عندنا، جزء تاني موجود عندنا ملوش اي فايده، بالعكس ده بيزود اللايبوفيليستي وبيزود التوكسيستي الخاصه بالهاليكوندرين. فبداوا يعملوا سنسز او توتال سنسز، وفي نفس الوقت شالوا الجزء اللي ملوش لازمه دوت اللي هو بيزود لي التوكسيستي، وعملوا حاجه اسمها ستراكشرال تريمنج بالعربي كده، قصقصوا المركب اللي موجود عندنا، الحاجات اللي ملهاش لازمه شالوها. يبقى انا ممكن اعمل ستراكشرال تريمنج بحيث ان انا اقلل التوكسيستي، او ممكن ازود بايو اكتيفيتي بتاعت كومباوند معين، او ممكن في نفس الوقت اصلا ازود السلكتيفيتي او انتج فارماكولوجيكال اكتيفيتي جديده، دي بيسموها ستراكشرال تريمنج. بالنسبه لاي كومباوند في جزء منه ممكن بيعيق البايو اكتيفيتي الخاصه بيه. طبعا احنا فاكرين برضو يا جماعه في يعني اتكلمنا في التوتال كيميكال سينسز عن الاوميجا كونوتوكسين او الزيكونوتايد اللي هو اللي يسموه بري الت، ده عباره عن سايكليك بوليبيبتايد، عملوا توتال سينسز للكومباوند لان مش قدروا برضو نفس الكلام يفصلوا الحاجه الاولانيه. طبعا يا جماعه مفيش كون سنيل بكميه كافيه ان هم ينتجوا البوليبيبتايد اللي موجود عندنا دوت كدواء يوزع على مستوى العالم، دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه لما جم يفصلوا الجين كلاستر لقوا الجين كلاستر اللي موجود عندنا هنا يعني بالعربي كده كومبليكيتد، لان احنا لو احنا فاكرين يا جماعه كان في اكتر من 100 نوع من انواع البوليبيبتايدز موجوده في الكون سنيل. يبقى لما جم يفصلوا الجين كلاستر لقوا ان الجين كلاستر كومبليكيتد وبيصنع لي كومباوندز كتير قوي، فلحد النهارده مش قادرين يفصلوا الجين كلاستر اللي هو بيصنع لي بس الاوميجا كونوتوكسين. فعملوا ايه؟ جم عملوا توتال سينسز للكومباوند اللي موجود عندنا. وهنا بيجيبوا اول حاجه طبعا، لو انا احنا اتعرفنا على الاستراكشر بتاع البوليبيبتايد، فالسيكونس بتاعت الامينو اسيد بيحطوا اول امينو اسيد على ريزن ويتمسك طبعا، بعد كده المفروض بيحطوا امينو اسيد تاني ويظبطوا الكونديشنز بحيث ان الامينو اسيد الاولاني يتفاعل مع الامينو اسيد التاني ويتكون لي بيبتايد، بعد كده يحطوا امينو يعملوا واشنج ويحطوا امينو اسيد تالت، وبعد كده برضو الكونديشن اللي موجود عندنا يحصل اصلا يعني بالبيبتيديز انزايم او بنوع اي نوع من انواع الكونديشنز بتاعت الرياكشن هيتكون لي ثلاثه امينو اسيد لحد ما يتكونوا اصلا ال 25 امينو اسيد اللي انا عايزهم، اللي هي تعتبر هنا في الحاله دي هي السايكليك بوليبيبتايد اللي هم سموه بري الت او زيكونوتايد. وقلنا ان الفايل اللي موجود عندنا ب 7000 دولار من الزيكونوتايد هو بيستخدم اصلا يا جماعه كبين كيلر في حالات الكرونيك انفلاميشن بصفه عامه. الطريقه الرابعه اللي موجوده عندنا ان انا ممكن اتخلص بيها من الشورتج بتاع الرو ماتيريالز او السبلاي بتاع الرو ماتيريال، واني ازود الماده اللي موجوده عندنا او ازود كميه الماده بحيث ان انا انتجها كفارماسيوتيكال بريبريشن،
في حاجه اسمها ميتا جينومكس او بيسموها مارين بايو تكنولوجي او بيسموها مولوكولار بيولوجي. ودي طبعا احنا اتكلمنا عليها قبل كده لو احنا فاكرين يا جماعه. بيبقى موجود عندنا طبعا هنا اللي هو بالعربي كده هنشوفها دلوقتي، الدي ان ايه بايو تكنولوجي او الريكومبرنت دي ان ايه. لو انا جيت بسيط بالنسبه للبايو تكنولوجي هنا، بيبقى موجود عندنا حاجه اسمها ترانسجينيك مايكرو اورجانيزمز. يعني ايه ترانسجينيك مايكرو اورجانيزمز بالعربي يا جماعه؟ ان انا لو موجود عندنا حاجه مثلا كاكزامبل، يعني انا عايز انقل الجين كلاستر المسؤول على البايو سنس الخاص بالانسولين، فبجيب البنكرياتيك سيل اللي موجوده عندنا وبفصل بيها او بفصل منها جزء الجين كلاستر المسؤول على البايو سنس الخاص بالانسولين بنوع من انواع الريستريكشن انزيمز، وشرحناها قبل كده لو احنا فاكرين طبعا اهوت اهو. هبص اللي موجود عندنا في الاخر الاول خالص، انا بجيب البلازميد اللي موجود عندنا يا جماعه بتاع الاي كولاي وبحط عليها اندونيوكليز او ريستريكشن انزيم هيقطع لي جزء منها. هجيب نفس الريستريكشن انزيم واحطه اصلا على الخلايا اللي موجوده عندنا بتاعت البنكرياس. الاندونيوكليز اللي موجود عندنا هتقطع لي جزء اللي هو الجين كلاستر الخاص بالانسولين مثلا. بعد كده بنقل الجين كلاستر اللي موجود عندنا مع الجزء اللي هو الكات بلازميد واحط عليهم حاجه اسمها لايجيز انزيم هيلحم الجين كلاستر مع البلازميد اللي موجود عندنا او الكات بلازميد. يبقى ده بيسموه ريكومبرنت دي ان ايه. الريكومبرنت دي ان ايه اللي موجود عندي طبعا زي ما احنا شايفين لا اله الا الله.